النهارده حابين نتكلم في بعض النصائح الخاصه بمرضى السكر. اول حاجه نحب ناكد عليها ان انا لازم اخد اذن من الطبيب المعالج ان انا مسموح لي بالصيام عشان ما يكونش فيه خطر على صحتي. النصيحه الثانيه ان احنا ناخد بالنا وقت الافطار ما يتمش التهام كبيره من الحلويات والنشويات والحاجات اللي ممكن تروح على السكر، ولازم احافظ على العادات الصحيه في الاكل بالنسبه لمريض السكر. الحاجه الثانيه المهمه ان انا لازم اشرب كميه كبيره من السوائل في الفتره اللي بين الفطار والسحور عشان احافظ على كميه السوائل في الجسم واتجنب حدوث الجفاف اثناء فترات الصيام. في حاجه مهمه بناكد عليها برضو ان انا لازم في خلال فترات الصيام اقيس معدل السكر بتاعي اكثر من مره في اليوم عشان اتاكد ان انا في الوضع الصحي المظبوط. نصيحه اخرى برضو في وقت السحور نركز شويه ناخد الحاجات اللي هي الكربوهيدرات المعقده او الصعبه الهضم زي الفول والحمص والحاجات دي بتقعد في البطن فتره اطول بتساعدني ان انا اتغلب على صعوبه الصيام.